ولدنا مسكين سخطف منا وصافي، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذاك النهار عمري من حياتي ما ننساه. ما تحرقوش قلوب أمهات تانية، ما تولعوش قلوب النساء على أولادها، خلوني أنا آخر واحد. حرقني نقوله منه لله، ما نسامحوش إن شاء الله المرحوم، إن شاء الله ما يسامحوش قدام ربي، إن شاء الله يطلب حقه قدام ربي منه. إن شاء الله في الملاعب إن شاء الله يكون الجمهور شباب وخلاص. هذا العنف هذا بزاف كرهنا منه، أنا شفنا بزاف الوالدين يبكوا منه. مرحبا بكم في قناة أيو فلوغ. تلاقينا واحد الخبا مفزع جدا، وفات صحابنا المؤذرين والمساندين لفريق اتحاد طنجة، طريقهم من الرجوع من مدينة أدادير إلى مدينة طنجة وبالضبط في مدينة العرائش. هو اللي نقوله هو الله يرحمهم ويوسع عليهم ويكونوا من أهل الجنة ويصبر الوالدين ديالهم يا ربي. مشاو من طنجة أدادير بخير وعلى خير وبسلام، دخلوا تفرجوا في الفريق الغالي اتحاد طنجة وربحنا وخرجوا فرحانين وزاهين، وانتم عارفين أجواء تكون من بعد الانتصار، وما مجين باش يرجعوا في حالهم الدور ديالهم مدينة طنجة بالضبط في مدينة العرائش. وقعت الواقعة، وقفوا أمبان ونزلوا عملوا طنوبيل في اتجاه في توقفوا الناس وخوف اضطراري في لوتولوت. وحد الجاهل ما جيب ميتين وما نعباش ما جيب السرعة، مهم السرعة خيالية، وجا فيهم ودخل فيهم وماتوا ناس لورانيين وقيل ماتوا شي ستة. ايوا هادشي اللي نقولو، الله يصبر الاهل ديالهم والله يرحمهم يا ربي، الله يرحمهم يا ربي. كان بغي نوجه نداء للسائقين، لو وقفتوا وقف اضطراري ومعاكم من الناس بزاف نزلوهم ديهم شي موطع لي خاوي، قاش تما تلان واحد شويه الغابه عاد ديهم ينزلوا تما ويوقفوا الغابه وهادي. ومني تعيط ديبانا جاو الله يساعدك ويتعوض الامور، ثلاث عيطوا لهم يطلعوا، ولكن الله بغاهم معنا ما نعملوا. احنا كنبقاو نقولوا السلام، الله يرحمهم يا ربي ويوسع عليهم يا ربي في هذا اليوم ان شاء الله يا ربي، ويصبر الاهل ديالهم والاصدقاء ديالهم. وتنقولوا لن ننساك، راكم في القلب لن ننساك. هادشي اللي تنتو شي متاخر تام وتخوت، والله الا اخر تام تو شي حتى شي واحد ما يبقى عايش في الدنيا. ايوا هادشي اللي كاين، وتهلاو تهلاو في راسكم وتهلاو في الوالدين ديالكم، تهلاو بعطيكم بزاف وسمعوا الكلام الوالدين ديالكم راه هو الاهم الاهم الاهم. تهلاو. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وجاءت كل نفس معها سائق